بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. أولا ندعو جميعا لأهلنا في قطاع غزة في فلسطين إن شاء الله بالنصر المبين المؤيد بنصر الله، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يكون في عونهم ويكون معاهم دائما وأبدا. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتكلم عن جهاز معروف في السوق، هو جهاز الوايت. الوايت كان معروف انه نزل منه اكتر من فيرجن، وفي نفس الوقت الوايت يعتبر هو الفاكهه بتاعت شركه ستار نت. جهاز الوايت طبعا 9000 وايت في الاول، 9000 وايت بلس، 9000 وايت جوسات، 9000 وايت ترند، وحاليا بقى الوايت ترند في 2. الوايت ترند يا جماعه في 2 او الوايت ترند برو. الوايت ترند في 2 او وايت ترند برو، طبعا العلبه شكلها ما اتغيرش، نفس العلبه من الخارج. علبه الوايت ترند مكتوب عليها 9000 وايت، لكن الاختلاف هنعرفه من جوه ان شاء الله من الجهاز لما يجي لك وتستلمه. الوايت ترند معالج 2507، مصنع داكي، وفي نفس الوقت من الاجهزه المرنه جدا في الاستخدام، وفي نفس الوقت اللي بتقبل سيرفرات كتير، وفي نفس الوقت 1 جيجا رام مع فلاش 16، بيدينا برضو ايه اريحية في التعامل مع الجهاز بتاعنا. الوايت ترند او الوايت برو او الوايت ناشير فيرجن 2 حاليا ده احدث اصدار من الوايت. جهاز الوايت ترند برو او الفي 2 يعتبر من الاجهزة المستحدثة في خاصية جديدة، وهي خاصية الناشير برو او الناشير في 2. ليه؟ لان الناشير ما كانش موجود اصلا على اي اصدار قديم من جهاز الوايت، وفي نفس الوقت النشير برو حاليا فاتح لنا باقات جديده بالنسبه للنايل سات ما كانتش بتتفتح على جميع اجهزه وعلى جميع اغلب السيرفرات. حاليا بقى يفتح الباقه دي بالكامل، هي باقه الاو اس ان. الجهاز ده عليه نشير في 2 لمده سنه زياده مع الجوسات، فانت بقى عندك هنا سيرفرين غير كمان سيرفر الديكيو كام اللي هو لمده سنه، تمام؟ وانا ما بعتبروش سيرفر بصراحه، لو سيرفر ضعيف وفقير جدا وبيفتح الاي ار تي فقط او باقه الاي ار تي على مايل سيت. لا، احنا بقى عندنا هنا جهاز بيفتح الاو اس ان على مايل سيت الباقه كامله، مش قناه ولا اتنين، لا ده الباقه كامله وباحترافيه. وكمان بقى عندك ترجمه الناشير برو او الناشير في 2 موجوده على الجهاز على الاقمار الاجنبيه، وترجمه احترافيه بيرفكت بيرفكت حقيقي. وكمان زيد على كده الجوسات والترجمة بتاعته والصوتيات بتاعته، وزيد كمان أصبح هنا على الجهاز البرو حاليا أو الوايت برو حاليا أصبح عليه صوتيات النشير كمان. طبعا المعادلة كده يعني تعتبر إمكانياتها زادت جدا بالنسبة لجهاز الوايت ترند أو الوايت برو. الوايت برو يا جماعة أصبح من الأجهزة اللي فيها دعم فني شامل جد كويس جدا، وفي نفس الوقت دعم لمنصات المشاهدة عبر الانترنت والمشاهدة عبر الأقمار الفضائية. عندك الاثنين موجودين في الجهاز بأريحية تامة وبإمكانيات عالية جدا. الجهاز عندنا بقى يفتح باقة النوفا على الهوت بيرد بالكامل، بيفتحها طبعا باقة نوفا بتنقل كل بطولات العالم يعني تقريبا، واقوى بطولات ودوريات العالم مع جودة الصورة عالية الاداء. جودة باقات نوفا معروف صورتها عاملة ازاي، وهم. الجهاز عندنا فول اتش دي، لكن هتحس ان الصورة 4K خصوصا على باقة نوفا زي باقة البولسات بريميوم. الباقات اللي بدأ يفتحها معانا النشير في 2 الموجودة عندنا لمدة سنة مع النوفا سبورت وباقات نوفا كاملة على الهوت بيرد والاو اس ان على النايل، اصبح في يعني اقول لك منافسة قوية مع اعلى الاجهزة الموجودة حاليا في مصر. حقيقي الجهاز بقى برغم ان الناحية السعرية للجهاز انا بشوفها ناحية سعرية اقتصادية، والجهاز ده كان يعتبر من الاجهزة الاقتصادية. الجهاز دوت اول ما بدأ يا جماعة كان بادئ من حوالي 4 سنين، 4 سنين كان بادئ بحوالي 450 جنيه، تخيل. فبالتالي بدأ السعر يزيد مع الإمكانيات، مع سعر زيادة السوق بصفة عامة لجميع الأجهزة الموجودة، وخصوصا أجهزة النت، أجهزة الإنترنت دايما سعرها غالي لأنها عليها منصات مشاهدة وعليها
سيرفرات فضائية أو سيرفرات بتفتح الباقات العالمية على الأقمار، فبالتالي بقى في عندك ازدواج بالنسبة للإمكانيات. عندنا كمان في الوايت ترند بتاعنا، أولا هو جهاز واي فاي داخلي، واي فاي داخلي مدمج، والكلام ده قلناه قبل كده، وأكيد 99% من مشاهدي القناة عارفين الإمكانيات. وكمان الجهاز طبعا معاه ريموت واحد بس، ريموت بلوتوث ووصلة ال HDMI. طيب بالنسبة للجهاز عندنا زي ما قلنا هو الجديد، هو النشير V2 اللي بيفتح لك باقة ال OSN وباقة النوفا على الهوتبر. كمان الجهاز عندنا دعم الصوتيات أصبح عالي الأداء، عندك تايم شيفت 27 ثانية كاملين، اشتغل على أي قمر أنت عايزه وعلى الفيدات كمان. ده كله موجود بالنسبة للناس اللي عندها أقمار وغاوية تشوف البطولات العالمية على الأقمار الأجنبية. الجهاز عندنا عليه منصات أي بي كتيرة جدا، حدث ولا حرج. تخيل إن الجهاز ده عليه 10 منصات أي بي تي في، 10 منصات لمدة 12 سنة، 10 منصات من أقوى المنصات الموجودة. لو قلناها كده بالتدريج، عندك نوفا، عندك اكس اي بي، عندك المارفل، عندك الميجا، عندك بازوكا، عندك كيوت، عندك فورس، عندك هاها، عندك دراجون، عندك سيرفر تاني مش متذكر اسمه راح كده، هيوصل يعني، هيجي ان شاء الله. انت عارفين دايما لما ببدأ اسجل فيديو ممكن انسى نص الكلام، وعذرا طبعا غصب عن الواحد لان الهارد مليان والله، الحمد لله رب العالمين، دعائكم معانا. فبالتالي الجهاز الستار نت وايت ترند البرو او الفي 2 من الاجهزه، انا بشوف من الاجهزه العاليه جدا حاليا في السوق المصري. عندك سيرفرات كتير اي بي تي في زي ما قلنا ما شاء الله، وقويه اغلبها، يعني عندك تقريبا 6 أو 7 منصات نمره واحد في منصات المشاهده، والباقي يجي بعد كده المنصات المساعدة. أنا بسميها منصات مساعدة لأنها مش في نفس القوة، وده شيء طبيعي، مش هتلاقي في جهاز واحد منصات بنفس القوة، ومش هتلاقي في جهاز بالسعر ده وبالإمكانيات ديت قيمة المنصات المشاهدة الكتير قوي. كمان عندك الجوسات على الجهاز 5 سنين، عندك جوسات بلس فيرجن 3 5 سنين مع دعم الترجمة، مع دعم ترجمة كمان النشير، مع دعم صوتيات الجوسات وصوتيات النشير، تقدر تشتغل على الجهاز دوت السيرفرين، الجوسات مع النشير V2، مفيش أي تعارض، يفتح معاك الباقة بإمكانيات عالية جدا وثبات تام، مع كمان الترجمة الاحترافية للنشير وللجوسات. انت هنا عندك في بروتوكول يعتبر إمكانياته أصبحت عالية جدا مع جهاز الستار نت 9000 وايت برو. الجهاز عندنا يا جماعه الدعم بتاعه دعم مش نشيط جدا، سيرفرات سوري منصات او سيرفرات دعم دايم وشامل. كمان عندنا هنا تحديث الاونلاين، تقدر تحدث جهازك وانت قاعد في بيتك، بتخش على التحديث والنت ابجريد وتبدا تخش تحدث السوفت وير، تقدر تنزل ملف قنوات عربي انجليزي في نفس الوقت على جهازك وانت قاعد مكانك زي الباشا. وانا كنت شارح على الجهاز قبل كده وعلى جهاز الكاريوكي، اعمل لهم فيديو على القناه موجود ازاي تقدر تحدث جهازك وانت مكانك، تنزل ملف قنواتك ازاي، موجود على القناه ان شاء الله تقدر ترجع له في اي وقت. طيب بالنسبه للجهاز بتاعنا دلوقتي يا جماعه، احنا اتكلمنا على الامكانيات في عجاله، انا مش عايز اطول طبعا. الفرق بقى، لان انت لو جيت تشتري من السوق ممكن تشتري الوايت ترند بس، ما تشتريش الفي 2 او البرو، لا الشركه فرقت في جملة بسيطة كده مكتوبة على الجهاز هنشوفها. هو الفرق دوت هو المعيار، هو ده اللي بيديك إمكانيات النشير V2 أو النشير برو مع إمكانيات الجهاز الموجودة في الأساس. تمام، طبعا زي ما احنا شايفين كده أظن واضحة، مكتوب وايت ترند GS. GS ده اختصار للجوسات بلس GS. تمام، وعندك بعد كده أند نشير 2 برو، نشير 2 برو او نشير 2، طبعا هنا اختصار لمنصتين الشيرنج بتوع الجهاز، جوسات ونشير 2. وده الفرق بين الوايت ترند اللي خلاص انتهى من السوق، مش موجود خلاص الوايت ترند العادي، بقى عندنا دلوقتي البرو. ده الفرق، ده شكل الجهاز الجديد اهو. انا حاولت اقرب كده، يا رب تكون الدنيا ظاهره وواضحه. مكتوب تحت جي اس اند ان 2 برو او ان 2 بس، حتى مش هتبقى معضله عشان بس البرو مش واضحه قوي، مش مشكله.
بس ما دام الجمله دي مكتوبه تحت او السطر ده مكتوب تحت، يعني اعرف ان ده الاصدار الحديث، اصدار الناشير في 2 بالنسبه لجهازنا. طبعا الجهاز يا جماعه لو جينا اتكلمنا عنه برضو في امكانياته، زي ما احنا قلنا كده انا ممكن اكون نسيت حاجات كتير، بس انا مش عايز اطول عليكم. الجهاز انا بشوفه من اجهزه الصف الاول حاليا بيضاهي كل الاجهزه اللي موجود فيها سيرفرات عاليه جدا، لسبب ان انت بقيت تجمع بين سيرفرين يقدروا يسيطروا على مجموعه الاقمار الموجوده، وفي نفس الوقت باقات الرياضيه العالميه تقدر تشاهدها مكانك، كمان مع النايل سيت اللي اصبح عندك تقريبا ثلاث ارباع المشفر عليه بدا يفتحوا الجهاز، عندك باقه الاي ار تي وباقه الاو اس ان كامله موجوده ومفتوحه، كمان دعم الترجمه، دعم الصوتيات حتى 27 ثانية موجودة على الجهاز، تثبيت القنوات الصوتية على الأقمار الأجنبية والباقات الرياضية موجود، تقدر تثبت القناة الصوتية اللي أنت عايزها بالمعلق اللي أنت عايزه على القناة بتاعتك بسهولة تامة. تقدر تحدث جهازك وانت مكانك زي الباشا، تقدر تسأل في اي حاجة، الدعم الفني اللي انا بعتبر نفسي واحد منه في اي شيء يخص الجهاز، الارقام سايبها على الفيديو تقدر توصل لي بسهوله جدا عن طريق الواتساب او الاتصال الهاتفي. بالنسبه يا جماعه للجهاز، احب بس انوه ان هنعمل برضو فيديو لجهاز السترونج كونج، كلنا عارفينه، برضو هيدعم ان شاء الله نفس الخاصيه، خاصيه النشير برو او النشير في 2، والاجهزه تباعا هتدعم الخاصيه ديت، وباذن الله في مفاجآت كتير قوي بالنسبه لاجهزه ستار نت حاليا، هنشوف الاجهزه ديت وهنشوف الفرق والفروقات بين الجديد والقديم كله على الطبيعه باذن الله، مع دعم فني شامل لكل الاجهزه. زي ما قلنا برضو بكرر، اي جهاز بيجي لك معاه فيديو شرح، وفي نفس الوقت اكواد التفعيل للمنصات الخاصه بالمشاهده عبر الانترنت، فبالتالي معاك دعم فني، معاك جهاز انت هتحتفظ بيه لمدى طويل ان شاء الله، لان عليه سيرفرات مداها طويل اذا كان شيرنج او اي بي، ما شاء الله امكانيات كويسه، سيرفرات قويه، والدنيا شغاله فيه زي الفل. وكمان سعره بشوفه بالنسبه للمنصات اللي عليه يعتبر الجهاز ببلاش، لان المنصات اللي عليه منصات كتير اغلبها غالي واغلبها ليه سعر، مجموع المنصات دي يساوي 3 4 اجهزه من سعر رسمي للجهاز. شكرا جزيلا لحضراتكم، ده كان بدايه فيديو شرح الاول جهاز عندنا، ان شاء الله في شروحات نازله تباعا لاربع او خمس اجهزه بتحديثاتها، وفي اجهزه كمان جديده لسه لاول مره هتشوف النور باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحه وبعافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.